لكم نبدأ في جولتنا مع مختلف الانترفيو، مختلف الأخبار الوطنية الاقتصادية كانت وإلى السياسية. شقوها معنا مع عدد من الضيوف اللي رافقونا من هنا حتى للتسعة متاع الصباح. البداية باش تكون بشأن الاقتصادي، ونحكي على القرض الرقاعي الوطني لسنة 2024 في لا تخوازيام ترانش متاعو 700 مليون دينار. هذا هو الهدف ان كيلكو سورت، ولا لوبجيكتيف. ومن 3 ل 11 سبتمبر هذوما هما لي دات اللي تم الاعلان عليهم. اكثر تفاصيل على القرض الرقاعي من بدايه السنه الى نهايتها باش نرجع عليها بالارقام مع المحلل المالي بسام النايفر. صباح النور، اهلا وسهلا بك بسام. صباح النور منال لكل مستمعي اكسبريس اف ام. يعيشك يا سيدي. الوغ لو كان نرجع على اخر الاخبار بخصوص الاعلان على الفتره المحدده للقسط الثالث من القرض الرقاعي. صحيح، كنا قدينا في اخر عيد رسمي صدر قرار من وزاره الماليه اللي حدد فيه خصائص الجزء الثالث، القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني. نعرف مليح اللي كما هو مبرمج في قانون المالية لسنة 2024 فما 2870 مليون دينار مبرمجين للحصول عليهم بالدولة. زوز أقساط الأولى كان فما نجاح كبير وتم تعبئة 2478.4 مليون دينار، وبالتالي كانت زوز عمليات ناجحة للغاية في الجزء معناتها النصف الأول نجم نقولوا من الاكتتاب بصفة عامة. الجزء الجديد تقريبا هدف 700 مليون دينار، لكن نعرفوا مليح اللي تقريبا 700 هذاك حد ادنى وراهو مش يقع التجاوز نتاعو معناها بي، وتنجموا نحكيو علاش مش يقع التجاوز نتاعو، لكن على الاقل الهدف هو 700 مليون دينار بنفس الخصائص اللي كنا نشوفوا فيها تقريبا من القرض معناتها من القسط الثالث في القرض الرقاعي الوطني لسنة 2023. معناها عندنا ثلاثة أصناف، أهم حاجة هي نسب الفايدة اللي قاعدة كما قلت لك مستقرة، معناها اللي بالنسبة لسنة 2024 ما فماش تغيير بالكل. عندنا نفس نسب الفايدة اللي هي بالنسبة معناها كاتيجوري أ، الصنف الأول اللي هو للأشخاص الأشخاص الطبيعيين اللي هي بعشر دينارات القيمة بتاعها، تعطي 9.75% كمردود قهر. إذا كان تحب أنت مردود متغير راهو نسب دونك التأمين نزيدوه 1.7%. البي والسي معناها الأصناف الأخرى 100 دينار مجعولة للأشخاص المعنويين، والمردود بالنسبة للي الكاتيجوري بي على 7 سنين في معامل إمهات 9.8% وإلا تمام نزيدوها 1.75%. الكاتيجوري سي راهي 10 سنين في معامل إمهال ونسبة فايدة 9.95% وإلا تمام نزيدوها 1.95%. فهوني راهو كان نسب فايدة يمكن احنا اللي يشوف معناتها السوق الرقاعية يقول لي تسمى نسب فايدة اللي هي تظهر مثلا تشوف انت فما شركات اليوم وحتى مؤخرا اصدرت معناها رقاع بنسبه حتى 11% حتى تجاوز 11%. فاليوم كي تقول انت الدوله 9.75 وكانه هي اقل، هو صحيح هو العادي انه الدوله تتسلف اقل من الشركات، لكن لو ديتاي لازم نتبوله هوني اللي راهو طريقة الخلاص لميثود دو لامورتيسمون هي اللي تصنع الفارق في قداش المردودات. وهوني معناها حاجة سهلة برشا، كي ناخذوا احنا الصنف الكاتيجوري A الأولى اللي هي موجهة للأشخاص الطبيعيين، فإذا كان هو يستثمر 10 دينارات اليوم راهو معناها في الأخير المردود الصافي معناها هو اليوم مش يحط 10 دينارات في اخر فتره الاستثمار بعد 5 سنين قديش باش يلقى فلوس؟ باش يلقى اللي ال 10 دينارات باش يلقاها ب 13 دينار و 510 ملم. معناها لو المردود مرتفع ومحترم جدا بالنسبه للرقاعه هذه،
وهذا راهو اللي يفسر النجاح نتاعها. أبار اللي هي بالطبيعة أنت تسلف الدولة اللي هي بالطبيعة نورمالمون سي لو زيرو ريسك، معناها اللي ما فيهش مخاطر ولا اللي ما عندكش أنت مثلا حتى قبل حتى انسيدون دو بايمون، معناها تقريبا فلوسك مضمونة. لكن زاد ثم وراء هذا ثم زاد مردودية مرتفعة، راهو كيف كيف بالنسبة راهو الكاتيجوري بي معناتها الثاني اللي حط 100 دينار يلقى 143 دينار فاصل 120 مليم في آخر المدة لآخر معناها 7 سنوات، واللي يستثمر على 10 سنين مش يلقى، وقت يحط 100 دينار يلقى 151 دينار و740. فتقريبا السوق رقيع صعيب شوية، معناها كان بالارقام نشوف فيها اليوم في تونس كان يلقى مردود خير من هكا بالنسبه لاي مستثمر يحب يلقى في السوق الرقعيه، وهذا من اسباب النجاح بالنسبه للعمليات السابقه الكل. ومن المتوقع كيف كيف باش العمليه هذه معناتها 700 مليون دينار باش يقع التجاوز بتاعها، لانه عندنا خاصه نعرفوا مليح وسطاء البورصة عن طريق محافظ الاستثمار الجماعي اللي هما يقوموا بالاكتتاب، والمحافظ هذه معناها في من أول عام قاعدة ترتفع، ونعرفوا معناتها الاكتيفنات نتاعها ارتفع بصفة كبيرة برشا، وبالتالي فما قاعدة ينجموا يتكاو عليها وسطاء البورصة باش تنجح العملية هذه. باهي، انا قبل ما نمشيو على الاعلان في حد ذاته علاش جاي اليوم وقت اللي احنا نحكيو على شهر سبتمبر 2024، خلينا نرجع ساعه بالارقام على الترونش الاولى والثانيه. بس انت قلت باش نفوتوا 700 مليون دينار، لو كان نذكروا بالنسبه للترونش الاولى والثانيه قداش كانت الارقام؟ شوف سهل برشا، احنا الترونش الاولى والثانيه كان الهدف 750 و700 معناتها 1450 مليون دينار، تم التابعة نتاع 2472.4 مليون دينار، معناها تقريبا تجاوز بمليار دينار الهدف، وكانت خاصة معناتها القسط الثاني هو نجح بصفة رينا نجح بتاعه بصفة كبيرة، لأنه الجزء الثاني القسط الثاني كان في فترة كان ثم معناتها السيولة متوفرة كما قلت في المحافظ الاستثمار الجماعي، لأنه كان يتوافق مع فترة توزيع الأرباح. نعرفوا مليح اللي في فتره توزيع الارباح، دونك اغلبيه الارباح نعرفوها تتعدى على الاقل لفتره في صناديق الاستثمار الجماعي، وكانت هناك فرصه وقتها للاستثمار كما قلت لك بربح، كنت نحكي لك في الارقام معناها سي تري رونتابل لانك اليوم تستثمر فيهم، وبالتالي نجمت الدوله تعبي المبلغ هذا. كما قلت انا في اعتقادي انه 700 مليون دينار مبلغ مش يتم تجاوزه كيف كيف حتى المبلغ. باهي، بالنسبه لي اليوم الاعلان على التخوازيم ترونش بسام، احنا اليوم في شهر جويليا، نذكروا انه بالنسبه لي الرائد الرسمي كان بتاريخ 26 جويليا الاعلان هذايا، الوغ كو نحكيو على شهر سبتمبر، هل هذايا يدخل في اطار الفيزيبيليتي بالنسبه كسوسوا للمؤسسات او الاشخاص؟ شوف اللي احنا اليوم كما تعرف اليوم في فصل الصيف. المده هذه الناس الكل تعرف ثم برشا كونجيات في المده هذه، دونك العمليه يلزمها تحضير، معناتها صحيح العمليه مربحه لكن راهو العمليات هذه يلزمها برشا تحضير. فاليوم كي يتم الاعلان عليها فانه اول حاجه نعطيه فرصه كما قلت لك للناس اللي تحب تكتسب، للوسطاء البورصه باش يقوموا بالمجهود التجاري معناتها الكوميرسياليزاسيون نتاعو، باش الناس الكل تقرا حسابها انه راهو عندنا العمليه هذه، وبالطبيعه على قد ما تكون محضره بالقبل قد ما بالطبيعه باش تكون النتيجه خير، معناها نعرفوا مليح احنا في شهر معناها سبتمبر هي الرونتري، معناها تقريبا باش نبداو من الرونتري معناها العمليه، لكن راهو العمليه يلزمها تتخدم من قبل، دونك هذاك عليه تم الاعلان عليها من هون. لكن زاد كيف علاش تم الاختيار المده هذيك بالذات؟ بداية شهر سبتمبر، في شهر سبتمبر ما عندناش برشا خلاص نتاع الديون داخلية، معناها احنا رينا لوزارة المالية متعودة تقريبا انه إليفيت اللي هو تكون في نفس الفترة تقوم بإصدارات كبيرة نتاع رقاق خزينة خاصة قصيرة المدى،
وفي نفس الوقت تقوم بإصدار القرض الرقعي. دونك ديما يكونوا بعاد على بعضهم، وهذا طبيعي باش معناها تعطي فرصه للعمليه باش تنجح. الفتره هذيك بين 6 و11 سبتمبر ما فيهاش بالكل معناها ما فيهاش عمليات خلاص نتاع ديون قديمه، دونك ما فماش بال معناها المتوقع مش شكون تم عمليه اصدار، على الاقل ما فماش عمليه اصدار كبيره. هو اصلا في شهر سبتمبر تقريبا بعد نيش معناها فقط في اخر شهر سبتمبر عمليه نتاع 31 مليون دينار تقريبا. شهر سبتمبر ما فيش ضغوط نتاع عمليات خلاص بس للديون الداخليه، حتى في شهر اوت أبار ثم مرة واحدة عملية بتاع 700 مليون دينار مع طريقة خزينة قصيرة المدام، فماش عملية تخلص كبيرة. دونك وقت مناسب لتبقى الموارد، خاصة أنه نعرفوا شهر سبتمبر هو شهر زاد مصروف كبير بالنسبة للدولة، ثم عودة مدرسية، ثم مساعدات اجتماعية، ثم معناها تدخل كبير للدولة في الفترة هذيك بتاع شهر سبتمبر. دونك فترة مناسبة بالنسبه للمكتتبين باش ما تكونش ثم ضغوطات، ثم طلب كبير على السيوله وقتها، وكيف كيف ما تكونش ثم معناها عمليات رفع اموال بطرق اخرى، معناها كما قلت لك رفع الخزينه، باش ما يصيرش ضغط كبير على السوق، وبالتالي هي تقريب الفتره المثاليه للقيام بالعمليه هذه. واضح. دونك اليوم نجم نقولوا لي هذاك سي لو مومون اوبورتان ان صح التعبير للاكتتاب في القرض الرقعي، وما يكونش فما ضرر لا للمؤسسات ولا للدوله ان كيلكو سورت. دونك البنوك بصفه عام، بيسكو اليوم نحكيو على نسب المشاركه في مختلف لي ترونش الاقساط نتاع القرض الرقعي، نحكيو على برينسيبالمون لي انترميديير اون بورس ولي بنك اللي هما بصفة ولا بمعادلات كبيرة هما الأكثر معناتها حضورا ومشاركة في القروض هذه. نحكي على 60% بلوز وموا بالنسبة للانترميديير اون بورس. بسامة، صحيح بالطبيعة للانترميديير اون بورس هما راهو أكثر عباد معناها يقاوموا بالمجهود هذا، أما راهو صحيح إذا نقراو تحسين لي زو بي سي في ام هذوما صناديق الاستثمار الجماعي، كيف برشا يتوزعوا عن طريق البنوك. دونك هو صحيح معناها وسطاء البورصة هما رقم واحد، أما زاد البنوك عندهم مجهود معناها كبير. دونك تقريبا مع بعض نجموا نقولوا المجهود اللي يقوموا به باش ينجموا يعبيوا المورد هذه الدور نتاعهم في الحقيقة مهم، وراهو معناها إذا نعرفوا اللي من 2021 راهو تجاوزنا 11 مليار دينار اللي تم تعبئتها في إطار القرض الرقعي الوطني، معناها الرقم راهو كبير. واليوم تقريبا نشدوا هذه عادة، معناها كل عام باش نوليو نشوفوا احنا قرض رقعي وطني، معناها علاش؟ خاطر بالطبيعة باش يتم مش نبداو في عملية الخلاص، لحد الآن احنا ما عندناش عملية خلاص كبيرة. لكن قريب نبداو في عملية الخلاص اللي هي مهمة كالقروض السابقة، وبالتالي مش فما ضرورة لعملية إعادة التمويل. وإعادة التمويل معناتها مش نقوم بإصدار قروض معناها جديدة. فالمتوقع أنه أول حاجة كل عام كما قلت لك بشوية عندنا قرض رقعي وطني، والحاجة الثانية اللي أيضا من المتوقع حتى المبالغ مش ترتفع. المبالغ باش ترتفع علاش؟ خاطر جزء منه باش يمشي للتمويل وجزء باش يمشي للخلاص. ف معناها المتوقع انه مش نشهدوا عمليات الحجم نتاعها اكبر من بدايه السنه المقبله، ومش تولي كما قلت لك تقريبا معناها ديما الرقاع هذه مش تولي كل عام موجوده، وهي تقريبا دخلت معناها اليوم في السوق، والحقيقه عطات ديناميكيه في السوق، معناها فما احجام تبادل عليه، ونعرفوا مليح اللي احنا نحبوا سوق الدين معناها نحبوها تكبر في تونس، لانه حتى في العالم الكل راهو الاسواق الماليه اسواق الدين اكبر برشا من اسواق الاسهم، واللي هي فيها اللي معناتها فيها افيشنس اكبر معناها مهمه برشا، خاطر فيها جزء من تمويل جزء معناتها نمولوا في الاقتصاد. فالمتوقع كما قلت لك باش تولي الرقاع هذه الوطنيه راهي كل عام يتم انذارها، وحسب اعتقادي انه المبالغ باش تمشي وباش تزيد.
يعني يعني وقت اللي نحكيه على المبالغ، سامحني بس وقت اللي نحكيه على المبالغ اللي باش تزيد بالنسبه لكل عام، هو كما نقولوا احنا المبالغ الهدف، مع الهدف اللي باش تحطه وزاره الماليه ولا الدوله كأوبجيكتيف. الهدف راهو نجمو نحطوه بالضبط، احنا تو نجمو نحطوه خاطر في اي قانون ماليه ديما تقريبا احنا تجاوزنا المبالغ اللي نحطوها في الاخر، يتم بالطبيعه مش تتصلح بقانون ماليه تكميلي. لكن حتى من قانون الماليه اللي في نشوفوه ان شاء الله في شهر اكتوبر، نتصور مش يكون حتى التركيز على الاكتتاب الوطني هذا مش يكون اكبر في السنين الجايه، لانه احنا رينا على ارض الواقع انه تقريبا الرقاع هذه خذات بلاصه رقاع الخزينه طويله المدى. تقريبا البي تي ما عادش فيها برشا، حتى كي تخلص معناها ثم خلاص بي تي، حتى كي يبدا كبير تقريبا معناتها يتم خلاصه، ثم لو بلو بروبابل باش تلقى رقاع خزينه قصيره المدى، و الرقاع هذه الوطن نتاع القرض الوطني هي اللي خذات بلاصه البي تي في تونس، معناها في الكومبوزيسيون دو لاكتيف نتاع المستثمرين هي اللي خذات البلاصه نتاعها. فبشوية بشوية ودينا نشوفوا في تقريبا قاعدين نمشيو في دين داخلي التركيبه نتاعو اللي هي رقاع خزينه قصيره المدى ثم الرقاع الوطني اللي كيما قلت لك قاعده تاخذ في بلاصه البي تي. لهنا هل تتوقع زادة كيف بسام أنه لونغومون هذايا بالنسبة للقرض الرقعي باش يتواصل، وأنه الأرقام باش تكون كبيرة كل عام يعني، وإلا فما مخاطر كمان في أن نعتمد القرض الرقعي سنويا؟ والله نشوف باش مخاطر، ماهيش مخاطر بالنسبة للدولة، بالعكس مش للدولة وإنما احنا دولة قادرة تسلف على 7 سنين على 10 سنين، واحنا راهو من المشاكل بالنسبة الكبيرة بالنسبة لتونس انه الماتيوريتي نتاع الديت نتاعنا مش كبيرة برشا، معناها دونك تعمل لك برشا ضغوطات على عملية على الميزانية نتاعك، معناتها كل عام تلقى روحك تخلص في اكثر واكثر ديون داخلية، وديما المدة نتاعها قصيرة، معناها كي تشوف انت الدين الداخلي نتاعك تشوفه قداش أي. معناها احنا اليوم في 62 اخر رقم على الاقل عندنا، في 62.8 مليار دينار، فتلقاه يمكن يخلص بجزء الكبير منه يخلص في 7 ولا 8 سنين. دونك اليوم بالعمليه هذه قاعدين على الاقل نطولوا بشويه بشويه في الماتيوريتي، معناها سوكي سور طبعا احنا نشوفوا في 7 سنين هي اللي قاعده تجذب في اكثر مستثمرين من قبل. دونك على 7 سنين هذه الحاجه الاولى. اذا كان بالنسبه لل هذا بس بتقوله بالنسبه للسوق، فما ثماش برشا الحقيقه المخاطر، بالعكس مش يكون نجاح كبير، لانه اول حاجه احنا ما زلنا في الفتره اللي نسب الفائده فيها مرتفعه، وللاكيد هي صحيح احنا توا طولت المده لكن معقول، لانه تشوف انت ايش عندك نسب تضخم وتشوف انت مؤشرات كل حاجه معقوله اللي نسبه الفائده القديمه مرتفعه، لكن الاكيد مش مش تقعد مرتفعه معناتها برشا سنوات اخرى، معناها مش يجي وقت وباش تبدا معناتها تنخفض. فاليوم الاستثمار في القرض هذا بالنسب هذه وكما كنت تحكي لك بالمردوديه الصافيه هذيك، فانه ديما مش قاعد فما نجاح بالنسبه للعمليات هذه، وربما حتى النجاح يزيد، لانه وفان كون قاعدين نقربوا بشويه بشويه، يمكن مش ايميديتمون نسب الفائده باش تطيح، لكن قاعدين نقربوا بشويه بشويه من الفتره اللي نسب الفائده باش تبدا تتراجع، وبالتالي حتى الفلوس اللي قاعده تسلم بها الدوله معناها الدود عندها باش يتراجع. فاليوم كيف العمليه هذه راهي باش تجذب اكثر مستثمرين، على خاطر كما قلت لك السيوله راهي ديما الفلوس ديما تلوج على المردوديه، فاليوم ثم مردوديه محترمه جدا بالنسبه للرقاع هذه، ومنتظر باش تكون ناجحه، وهي كما قلت لك حتى الدوله كي تقوم بعمليه الاصدار الطريقه نتاع كيفاش يتم الخلاص هي اللي تصنع الفرق، مش نسب معناتها نسبه فعلك ممكن تنجم تشوف تلقاها اقل، لكن كيفاش تخلص هي اللي تعطي المردوديه اللي الناس هذاك عليه الناس يختاروا انهم يستثمروا في الرقاع هذا. و
واضح. شكرا لك بسام النايفر المحلل المالي، كانت هذه بعض المعلومات بخصوص القرض الرقاعي الوطني سنة 2024 واللي تم الإعلان على البدء في الاكتتاب للقسط الثالث منه إن شاء الله باختير من نهار 3 سبتمبر 2024. دايغ كل تفاصيل الحوار تقضوها على السيت متاعنا وعلى شان يوتيوب إكسبريس أف أم، سينو على الباج فيسبوك إكسبريس أف أم كيف كيف. خليكم معنا فاصل صغير وراجعين باش نكملوا نحكيوا على الانتخابات الرئاسية والإعلان الأخير لهيئة الانتخابات، دونك بأكثر تفاصيل مع أضيفنا عن الهيئة. خليكم معنا.